أعزائي المتابعين، كل سنة وأنتم طيبين. النهاردة الثلاث مولد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. النهاردة جاي أتكلم معاكم في حاجة مهمة جدا. الناس في مصر النهاردة صحيت على زلزال بقوة 6.5 ريختر، بس تقريبا كده محدش حس بيه قوي، لأن الزلزال موجود في البحر المتوسط بعيد عننا شوية. هو قريب من الجزر الموجودة في البحر المتوسط، بس إحنا ما حسيناش بيه. لكن أنا النهاردة جاي أكلمكم عن حاجة تاني. في زلزال حصل في 2019 في نيبال. نيبال دي مقاطعة تابعة للهند. تعالوا نتفرج مع بعض على اللي حصل والهنديين عملوا ايه، وعايزك تتخيل كده المصريين النهارده عملوا ايه. أول حاجة عاوزك تاخد بالك منها في الفيديو إن السواق بيبقى موجود على اليمين في العربيات في الهند، لأن هم عجلة القيادة عندهم على اليمين، واللي جنب السواق بيبقى موجود على الشمال. فتخيل كده لو حد عنده ربو ولا عنده بلغم على صدره ممكن يعمل ايه في السواق لو هو مصري؟ تخيل بقى. فوكس عليك الله، فوكس عليك الله. عزيزي المتابع، خدت بالك من الاربعه اللي عدوا الطريق فجاه والطريق رايح جاي، ومنهم واحد بيتكلم في التليفون؟ بس اهم حاجه الالتزام. الناس عدوا من اماكن مرور المشاة، بس مش مشكله بقى، الاشاره واقفه، الاشاره شغاله، كل دي شكليات. المهم ان احنا نعدي ونشوف مصلحتنا. تعال نركز في تفاصيل المشهد. لو بصيت، في واحد اول ما الزلزال حصل قعد في الارض يسكت؟ لا، مشي ناحيه الرصيف وسط العربيات اللي رايحه وجايه. طب حضرتك قعدت في الارض واتبعت الارشادات، ايه اللي وداك ناحيه العربيه؟ الناحيه الثانيه تقريبا في مصنع او مخزن او اي حاجه فيها ناس شغاله. فيهم واحد طلع، اول ما طلع راح ماسك في شنطه واحده معديه ومصمم ان هو يقع هو وهي. لو ركزت هتلاقي ان في اتنين نزلوا من الميكروباص اللي وقف، وده اجراء سليم. بس هتلاقي منهم واحد راجل عجوز كده ماسك شمسيه، اول ما نزل بيدور يا ابني احنا وصلنا المحطه ولا انت البنزين خلص ولا في ايه؟ طب ايه اللي حاصل؟ طيب حد يبلغني. معرفش ايه اللي حصل، نازل يدور حواليه ويشوف الدنيا فيها ايه. هو انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه انت؟ قاعد يقول الكلام اللي احنا مش عارفين نقوله كده ولا حاجه يا جدع؟ مش فاهم منه اي حاجه. ده هو قالها. هو انت مش كنت معانا؟ وبما اننا في شهر اكتوبر العظيم، ودي ذكرى حدوث زلزال 92 اللي هز مصر كلها، وكان بقوه 5.5 ريختر، اقل من الهزه اللي حصلت النهارده في البحر المتوسط، فانا حابب افكركم ان في ناس اول ما حصلت الهزه في مصر خدت التلفزيون في حضنها ونطت من التليفون، لان التلفزيون كان اغلى ما يملك. وفي ناس سابت عيالها، وفي ناس جريت، وفي ناس سابت ستاتها. طبعا ده متوقع مننا كمصريين ان اول حاجه تفكر فيها عيالك، وتسيب مراتك في البيت وتنزل. زلزال هنعمل ايه ونروح فين طيب؟ اتمنى لو الحلقه عجبتكم تعملوا لايك وسبسكرايب وتابعوني في قناتي عالم احمد سموسي عشان اعرف اقدم لكم فيديوهات من النوعيه دي كتير. واخر دعوانا ان سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.